في وسط احتفالات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عندنا احتفال كمان صغير معاه، وهو احتفال بعيد ميلاد الفنان هاني رمزي، عيد ميلاده 56. وكان احتفال لطيف وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني اللي موجودين أثناء المهرجان، ومن ضمنهم يسرى وليلى علوي وإلهام شاهين وأخوها أمير شاهين وزوجته، وكمان تامر حبيب وأحمد داود. واللي نشرت الاحتفال هي الإعلامية بوسي شلبي، نشرت فيديوهات على حسابها الشخصي على إنستجرام وكتبت تهنئة كل سنة وهاني رمزي طيب. وظهر هاني رمزي في الفيديو هو متفاجئ بالاحتفال ومصدوم بإن العمر عدى وبقى عنده 56 سنة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هاني. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا هاني. سنة حلوة يا جميل. يلا حيا يا مال حيا بالفصل. هيكون عيد ميلاد الليلة. اسعد العريس. فليحيا بالفصل. عقبال مليون سنة. لو طلع في الكليشي هاني رمزي حضر مهرجان الجونة السنة دي مع زوجته ونشر صور كتير بتجمعهم مع بعض، وصور تانية أكتر مع أصدقائه المقربين في الوسط الفني زي الفنان أحمد السقا وأحمد رزق وخالد الصاوي. قالوا عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برعوة البلاد. شو بدي من البلاد، الله يخلي الولاد.